وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هنا الاستجابة، من تقوى ماكو، وفاء بعهد الله ماكو، الله لا يطيب عهودنا. في آية أخرى يشترط، يقول أوفوا بعهد أوفوا بعهد. إحنا يجب علينا أن نشعر قلوبنا التقوى، هذا حقيقي نخاف من الله، مو روتينيات. أكو فرق بين روتين وبين واقع. أنا أمثل لك مثال، صار قرار اليوم ساعة الخمسة يعني تقريبا قبل أذان الصبح تروحون إلى طهران، وطهران أكو فرق فلوس لا بأس به، متبرعين يطوفون هالليلة أنت تنام للخمسة، وحتى إذا نمت خلي ساعة وما شمت يعني، وحتى إذا ما عندك ساعة سر على أصدقائك أو والدك أو والدتك أن نبهت أول الخمسة أتنى. حتى إذا ما واحد وعاك لأن قلبك يريد هذا الشيء. حسناً، إن إحنا المتقين إيش عجب ننام للشمس؟ إذا كنا حقيقة متقين وقلبنا يشعر التقوى هالشكل كان نام للشمس، هذا علامة ما موجود، علامة أنه روتينيات.